زكريا مصباحي، لاعب كرة السلة. اليوم جينا امام الوزارة باش نوصلوا ليها الصوت ديالنا والصوت ديال جميع هاد اللاعبين هادو اللي وصلوا لواحد النفق اللي هو مسدود، ما بقيناش عارفين الحل ولا شكون اللي غادي يلقاي لنا حل هاد المشاكل اللي عندنا. كرة السلة اللي كتضاهي كرة القدم كانت عندها واحد المرتبة كبيرة في المغرب، سورتو الجمهور. كنا كنشوفوا قاعات اللي هي ملوءه عن اخرها، الجمهور كان كيحج للقاعات ديال كره السله، الماتشات ديال كره السله. اليوم كنشوفوا واحد الصمت، واحد اش غنقولوا، مشاكل كثيره مده 3 سنين وكتخبط فيها. اليوم جينا لارتأت الجمعيه ديال اللاعبين ولاعبات كره السله انها دير واحد الوقفه احتجاجيه، وقفه سلميه، وقفه صامته كما كيقولوا، حاملين فيها شعار بدايه البطوله والحل المشاكل ديال اللاعبين ديال كره السله. كنظن بان المشاكل ما يمكنش يحلهم شي واحد من غير الوزاره الوصيه، وعلى راسها السيد الوزير اللي كنطالبوه بانه يلقى لنا حل هذه المشاكل ديالنا، لان الاوضاع بدات كتخرج على السيطره ديالها، وبدينا ما بقيناش عارفين شنو المآل ديال هذه المشاكل هذه اللي كاينه. مصطفى خلفي، لاعب الفتح الرباطي، عميد المنتخب الوطني سابقا. حنا مجموعين هنا باش نحاول نوصلوا الرساله ديالنا، الا وهو عامين هذه البطولات كرة السلة موقفة. بالنسبة لي أنا شخصيا ما بقات عندي الثقة حتى في هاد الناس هادو. كنتمنى من الله ومن الرياضي الأول محمد السادس نصر الله باش ياخذ لينا حق في هاد الناس هادو، ويرجع لنا هاد كرة السلة التوهج ديالها، وحنا كنطالبوا بانطلاق البطولة في أقرب وقت، لأن هذه عامين وحنا حابسين، لأن لا يعقل كاع الرياضات كل شيء بدا لا في عز كورونا ولا قبل كورونا ولا هذا ولا دابا حاليا الناس بدات، وحنا باقي ما عارفينش المصير ديال هذا كرة السلة هذه فين غيوصل. اللي عندهم مشاكل كثيرة، مشاكل اللي هي كيتخبطوا فيها، عندهم عائلات، عندهم مصاريف، عندهم بزاف ديال المسائل، فالوقت البطولة توقفات، العجلة ديال كرة السلة توقفات، فتوقف علينا كل شيء. بغينا الوزير انه يلقى لنا حل لهذه المشاكل هذا. فالخرجات اللي خرجت الجمعية لا الاجتماع مع اللجنة المؤقتة لا مع الكاتبة العامة السيدة نادية بن علي اللي عطاتنا واحد الامل وقالت لنا بان البطولة غتبدا في 15 نوفمبر الاستقاله ديالها او الاقاله ديالها، فبعثرت جميع الاوراق، ما بقيناش عارفين شنو كاين واحد الصمت، كاين واحد ما بقيناش عارفين شنو المآل ديال هاد الكره النبيله هذه وهاد سميتو هذا. كنتمناو ان شاء الله بهذه الوقفه هذه اننا الصوت ديالنا يوصل للوزير، وزير الشباب والرياضه، باش يلقى لنا حل هاد المشاكل.